تأتي ينتظر. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم عبد الله. وكذلك الأخ يوسف يبدو طلابه يسألون عن ما يقوم به بعض المعلمين من تحديد بعض المعلومات أو بعض الفقرات في المنهج الدراسي وتقديمه للطلاب، أو أوراق عمل تعطى للطلاب ويشرح عليها المعلم أو ينبه بأهميتها. على كل حال مثل هذه الأشياء يرجع فيه إلى النظام، كان النظام نظام الوزارة أو الإدارة أن هذا مأذون فيه أنه يحدد للطلاب بعض الأشياء أو توضع يركز على بعض المواضيع فلا بأس. أما إذا كان هذا يخالف النظام فلا يجوز للمعلم أن يفعل هذا، ولا يجوز للطالب أن يستشرف إلى مثل هذه الأمور. عليه أن يجتهد، والتعليم لا شك أنه يحتاج إلى اجتهاد وإلى فهم، لأن كل شيء يحذف عن الطالب هو سيكون خلل في معلوماته وفي اكتمال ما عنده، خاصة في الأمور التي يبنى بعضها على بعض. بارك